فرع النادي الاهلي وهو موجود في الاقصر، ده بيمثل لك ايه؟ طبعا ده شرف كبير لاهل الصعيد ان النادي الاهلي يكون فرع ليه هنا في الاقصر، وحاجه يعني بنرحب بيها كلنا، واهلا بالنادي الاهلي في الاقصر طبعا، وقفزه كبيره في الصعيد هنا للنادي الاهلي، يعني اللي هو هيبقى مثلا المستوى الصعيد هيعلى من النادي الاهلي جه هنا في الاقصر يعني ان شاء الله. ده بيشجع حاجه كبيره للبلد، والاهلي برضه نادي كبير ونادي محترم، واتمنى له كل خير وكل توفيق. حاجه كويسه طبعا يعني للنادي، واحنا كنا طبعا معظم الناس دي اهلاويه وبتحب الاهلي، طبعا ما اللي عملوا لنا فرح هنا في الاقصر ده حاجه جميله طبعا. طبعا حاجات كثيره ومميزات كثيره ان النادي الاهلي يكون في الصعيد ويتوزع على مستوى الصعيد كده، وعايزين تدعيمات كده من وزاره الشباب ومن النادي الاهلي كده عشان تبقى حاجه حلوه كده، عشان الشباب يروحوا كده ويلعبوا كده وتطلع مواهب منيهم. حاجه حلوه وجديده وحاجه تشرف بلدنا، ويا رب دايما تكون في تقدم ان شاء الله. هي الفكره ان يبقى النادي ليه فرع عندنا هنا في الاقصر، دي حاجه كويسه وهتخدم فعلا الصعيد يعني جدا جدا الموضوع ده. اهم ان احنا كمان ولادنا هنا في الصعيد هيستفادوا، كان اولياد اسوياء او ولادنا من ذوي الاعاقه. كمشجع اهلاوي ده يعني كثير خالص بالنسبه للاقصر وبالصعيد عامه، فاحنا كنا منتظرين الفرصه دي من زمان، فالحمد لله تمت الفرصه دي ونشوف الموقع الجديد في الاهلي والاستاد الاهلي الجديد. يا ريت يتعمل الاستاد هنا على اساس هنا في الاقصر زي ما انت شايف الجو منتهى الجمال، هتجينا فرق اوروبيه على اساس ان تعمل معسكرات هنا، هتجينا هنا هيخدم جيل الاقصر بالكامل. هو بصراحه احنا كنا محتاجين حاجه زي كده من بدري في الصعيد كله مش في الاقصر بس، واللي هو يعني حاجه جديده بالنسبه لنا البراعم والناشئين والاطفال الصغيره، اللي هو اكيد هتبقى حاجه حلوه بالنسبه لهم. اكيد طبعا حاجه كويسه جدا يتفتح فرع هنا في الاقصر عشان خاطر يتم الاهتمام يعني بالبراعم والشباب والمجتمع في الاقصر بشكل عام. يعني احنا معنى ان يتعمل فرع عندنا هنا في الاقصر ده شرف، شرف لينا احنا هنا، شرف للاقصر عامه، لان الصعيد عامه كلها اهلاويه. اه والله مش بدون مجامله، يعني انت لو مشيت في السوق كله هنا كل بين كل مثلا 10 متر ولا 20 متر هتلاقي يا دوب واحد ده لو فيه، ومش بيفهم كوره برضه بالفهم اللي هو. لكن احنا معنى ان قناه الاهلي ان فرع الاهلي اتفتح عندنا هنا دي حاجه شرف لنا احنا. لما انت تبقى راجل اهلاوي وتلاقي الفروع دي كلها اتفتحت للاهلي طبعا بيخليك فوق يعني. فرحانين جدا 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 ان النادي الاهلي ابتدى يفتكر في الصعيد ويفتح فرع هنا في الاقصر في مدينه الحضاره في المدينه التاريخيه، ده شرف كبير جدا للاقصر وللصعيد تامه، وان شاء الله فرع فرعه في اسوان وفي سوهاج وفي أسيوط، والنادي الأهلي طول عمره كبير وهيبقى كبير والأول وبإذن الله عالميا.